كلمة تكسر ألف قلب وألف كلمة ما تصلح قلب واحد، بكلمة واحدة تكون الامرأة حلال إلك زوجتك، وبكلمة واحدة تكون محرم عليك تطلقها. تدخل الجنة بكلمات، تطلع من الجنة تكون كافر بكلمات. فتلقى آدم من ربه شنو؟ كلمات. وتابع لي، القرآن نزل كلمات، لا تستهين بالكلمة، لا تكون مصلح اجتماعي وتكسر خاطرنا قدام الناس وتعلق لنا تعليق سيء على الفيسبوك وتقول والله أنا صريح. هذه مو صراحة، هذه وقاحة. ما سمعت إمام الشافعي من يقول إذا نصحتني أمام الناس فقد فضحتني؟ موسى كليم والله قال يا ربي كف ألسنة بني إسرائيل عني فإنهم آذوني. قال له الله يا موسى ما اتخذته لنفسي وأنا رب العالمين، أتخذه لك؟ يعني الله سبحانه وتعالى قالوا عنا أنه ثالث ثلاثة، قالوا عنا العزير ابن الله، قالوا عنا الفقير ونحن الأغنياء، والناس حتى الله سبحانه وتعالى ما سلم منهم.